الله أكبر. هذه هي إصلاحات بشار الأسد، ضرب البيوت بالصواريخ والدبابات بالهوائل. وين أنتوا يا إسلام؟ وين أنتوا يا عرب؟ وين أنتوا يا دول عربية؟ هذا بالبيوت، ثلاثة سيارات، هذا بيجوز من الله إلهم البيوت. عربي يا رب، هذا بيتي أنا، أنا بيتي، أنا الطفال محمد هرموش، هذا منزلي، هذا بيت أهلي. دمروا، بصوا شايفين بعينكم؟ الله أكبر عليك يا بشار. هاي الإصلاحات بيخسر الدين الصواريخ، هذه هي هيك، وهذا هو هيك الإصلاحات بشار. تعال يا شامي، الله أكبر. هذا الوجود كله فجر كل شيء، ما خلى شيء. السلام عليكم. الله أكبر. هاي إصلاحات بشار الأسد هيك بصور في دول العالم. الله أكبر. وين أنت يا عرب؟ رح نحكي كلمة، ما في تراجع بنوم، حتى لو شو ما كان، لو يهدم البيوت ويقتل أهالينا ويقتل الشعب كله، ما بنتراجع إلا بسقوط النظام وبسقوط بشار وأخوه ورامي مخلوف وكلهم. هدول الخاينين الكلاب دمروا العالم، دمروا الشعب، دمروا بابا عمر، دمروا سوريا كلها. الله يغضب عليهم إجا سيدنا محمد. هني والخونة، هني والصين وروسيا، نحن ما لنا غير الله. حمص بابا عمر.